بلدي يحكي لي يا نسيم اللي ماري عالشجر مقابلي عن أهلي حكاية عن بيتي حكاية عن جار صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية بنهار جديد من حياتنا بداية نهار جديد أعلناها طبعا مع توقيت اللقاء معكم ضمن مساحتنا اليومية صباحنا غير اللي بنترافق فيها ضمن محطات عديدة طبعا مع ضيوف وأخبار وتقارير من سوريا والعالم لكن تحيتنا الأولى بنحملها لرجال الحق أبطال الجيش العربي السوري بأقدس واجب وطني وبطولات عم تشهد عليها تراب هالأرض فيسعد صباحكم عن جديد يسعد صباحك يسعد صباحك زينب ويسعد صباح جميع مشاهدينا بهالحلقة الجديدة من برنامج صباحنا غير موعدنا بيتجدد معكم من دمشق عاصمة الياسمين وبصباحنا بنحمل دائما تحيتنا لكل سوري مؤمن بهالأرض وعم يكون من موقع عمله للرديف لرجال الله بواسل الجيش العربي السوري صباحنا غير بلش مع ضيوف ومحطات جديدة رح نبتديها لكن كالعادة مشاهدينا بعد الفاصل بداية جولتنا المنوعة لليوم هي طبعا مع عالم الصحة ومحبي فصل الصيف والاستجمام على البحر حيث أكد علماء من جامعة ليفربول البريطانية أن الاستلقاء على الشواطئ لفترات طويلة يضر بالصحة وقد يتسبب بالوفاة المبكرة أحيانا أكيد سلمى توصل العلماء لهذه النتائج بعد اختبارات أجروها على 28 شخص جميعهم كانوا بصحة جيدة ويمارسون النشاطات البدنية بشكل متواصل وبعد الاختبارات تبين أن جميع المشاركون فقدوا كمية ملحوظة من الكتلة العضلية في أجسادهم كما ازدادت أيضا كميات الدهون المتراكمة لديهم والتي قد تؤدي إلى الوفاة المبكرة ويعود أسباب تلك المشاكل الصحية إلى أن الأشخاص أثناء الاستجمام وقضاء العطل يقل نشاطهم الحركي بمعدل 80% ما يؤدي إلى ضمور العضلات وتراكم الدهون الضارة بالجسم أما هلأ زينب ننتقل لخبرنا التالي فإلى البحر الأحمر فقد أشارت دراسة جديدة إلى أن الشعاب المرجانية في خليج العقبة بالبحر الأحمر قادرة على تحمل ارتفاع درجات حرارة البحر مما قد يعني إمكانية استخدامها في إعادة بناء أحياء الشعاب المرجانية الميتة في أماكن أخرى من العالم وأجرى باحثون أول تقييم فيزيولوجي أيضا متصل لعينات مرجانية مأخوذة من طبعا خليج العقبة بصهاريج حيث تم تعريضها لظروف قاسية على مدى 6 أسابيع ووجد العلماء أن هذه العينات المأخوذة لم تثير التغييرات ويأمل الباحثون في أن يكون لاكتشافهم دلالة على أن الشعاب المرجانية من الممكن أن تستخدم لإعادة بناء وتكوين الشعاب المرجانية التي لحقت بها الأضرار
ختام جولتنا المنوعة لليوم من الصين ونسخة عن سور الصين العظيم يبلغ طوله 4 كيلومتر والتي افتتح لزيارة السياح وجذب عام 2015 وتحتوي على أماكن خاصة بالاستجمام والسياحة الصديقة للبيئة. خلونا نتابع. بعد جولتنا المنوعة نور، حان الوقت لنقلب سوا بصفحات التاريخ لنشوف مع بعض أهم الأحداث يلي شهدها يوم 20 من أيار. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يترك بصمة واضحة في سجلات التاريخ ومنها ما يمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من العام 1293 زلزال كبير بالقرب من مدينة نارا اليابانية أدى إلى احتراق العديد من المباني ووفاة ما يزيد عن 20,000 شخص. في عام 1498 البحار البرتغالي فاسكو دا جاما يصل إلى كوجيكو في الهند. ومن الوجوه التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من العام 1806 جون ستوارت ميل فيلسوف واقتصادي إنجليزي. وفي عام 1882 سيغريد أوندست أديبة نرويجية حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1928. ومن الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من العام 973 أبو العلاء المعري شاعر عربي. وفي عام 1506 كريستوفر كولومبوس رحالة ومستكشف إيطالية. في عام 2006 سناء يونس ممثلة مصرية. صباحنا لسه بأوله، يمكن سوا نشهد خلال ساعته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. نهاركم سعيد. مثل ما تابعنا بسجل اليوم شخصيات كثيرة تركت بصمتها بالتاريخ، خلونا نتعرف بالتقرير التالي شخصية اليوم. كريستوفر كولومبوس رحالة إيطالي ينصب إليه اكتشاف أمريكا أو ما يسمى بالعالم الجديد. ولد في مدينة جنوة في إيطاليا عام 1451 ودرس الرياضيات والعلوم الطبيعية والفلك أيضا في جامعة بافيا. عبر المحيط الأطلسي ووصل إلى الجزر الكاريبية في 12 من أكتوبر عام 1492، لكن اكتشافه لأرض القارة الأمريكية الشمالية كان في رحلته الثانية عام 1498. بعض الآثار تدل على وجود اتصال بين القارة الأوروبية والأمريكية حتى قبل اكتشاف كولومبوس لتلك الأرض بوقت طويل. لم يتوقف عند هذا الحد من الاكتشافات، فقد كان دوماً طواقاً لاكتشاف المزيد، وعاد ليبحر ثانية من موانئ إسبانيا بأسطول مكون من 17 سفينة يرافقه 1500 بحارة، وكانت سفنه مجهزة بتموين يكفيهم لستة أشهر. كسابقتها لم تبؤ هذه الرحلة بالفشل، فاكتشف جزراً جديدة ومن ضمنها ما يعرف اليوم بجزر الأنتيل وما بعدها في البحر الكاريبي من الجهة الجنوبية لكوبا، كل ذلك في سبيل بحثه عن الهند. في العام 1494 وصل جامايكا والعديد غيرها من الجزر الواقعة شرق القارة الأمريكية، وبذلك وصل كولومبوس إلى أهم الاكتشافات وأهم الطرق البحرية الجديدة ووضع خرائط ورسومات. كل هذا لم يخطر على باله يوماً أنه لم يصل إلى الهند،
وهو في هذه الرحلة اكتشف أمريكا الشمالية. في 20 من أيار عام 1506 في إسبانيا تدهورت صحته وبدأ يصارع الموت بعد أن تعارك طوال حياته مع أمواج البحر والمحيط. دفن دون القيام بالمراسم الجنائزية التي عهدها علماء ومكتشفي ذلك الزمان في البيت الذي هو الآن متحف مكرساً له منذ عام 2006. أولى محطاتنا الصباحية نور رح تكون لعالم بيتابعوا الصغار قبل الكبار من كل الدول العربية، عالم يلامس الواقع ترة وترة أخرى، ينقلنا إلى عالم من المتعة والتسلية، عالم يصنع بحرفية عالية وبراعة في الأداء جعلته أقوى المنافسين على الشاشات العربية بشهر رمضان الكريم. والحديث بكل تأكيد عن الدراما السورية. أكيد زينب، نحن على أبواب الشهر الكريم، كان هناك وقفة استباقية في المركز الثقافي بأبو رمان ضمن سلسلة ملتقيات أماسي بعنوان قبل عرض الدراما 2017. للحديث عن تلك الأمسية معنا بالاستديو الناقد الإعلامي ملهم صالح. يسعد صباحك. يسعد صباحك. قبل ما نبلش حديثنا، كاميرا الإخبارية السورية كانت متواجدة بالملتقى. خلينا نشوف مع بعض أجواء الملتقى مع زميلتنا نيرمين عمار ونتابع حديثنا. برنامج أماسي الذي الآن نحن بصدده هو في دورته الخامسة، يتناول الغنائيات والدراما. في هذا العدد أي الدورة الخامسة سيتناول المنتج السوري الخاص والعام من الدراما السورية خلال عام 2017، وسيتعرض أيضا بشكل كامل للمسلسلات التلفزيونية التي ستعرض في شهر رمضان الكريم. ضمن هالمعركة وضمن هالحرب والأحاسيس اللي كونتها هاي الأزمة، صرنا أكثر عمقاً أكثر اهتماماً. المفروض النص يوازي ويرتفع ليوصل لهذا الأحساس، أنه باقي أنه يتشجع المنتجين لينتجوا بهاي الفترة وبهاي المرحلة. في تنافس كتير كبير، يعني هالسنة أنا شايف حوالي تقريباً 7 أو 8 أعمال حيكونوا من الدرجة الأولى، يعني حيكون في تنافس كتير كبير. بقية الأعمال ما فينا نحكم عليها بصراحة لنشوفها، لأنه دائما في مقدمات هي بتحدد أنه هذا العمل ممكن ينافس ولا لا. أنا شايف أنه الدراما السورية بخير هالسنة إن شاء الله هتنافس، ولكن لسه لحد الآن ما تقرر مين الأعمال اللي نشوفها برمضان وشو الأعمال اللي ما قدرت تتسوق لحتى نشوفها، ممكن تكون لبعض العرض الرمضاني. قدم لأي حدا يعني أنه يجي يشوف الدراما كيف بسوريا صناعة النجوم، من هاي النواحي كتير بتغني، يعني وخاصة في ندوات للشعر، في ندوات للمسرح، يعني كل هاي كتير منيحة. يعني احنا شارع الثقافي بسوريا كتير غني. يعني أهلا وسهلا فيك عن جديد ويسعد صباحك. خلينا نحكي أستاذ ملهم عن محتوى الأمسية اللي كانت. يسعد صباحكم وصباح مشاهدي الإخبارية السورية، فرصة أكثر من سعيدة أن أكون ضيفكم في هذا الصباح. بالنسبة لمضمون أو محتويات الأمسية، كانت هي نتاج الدرامي المعد لرمضان للعرض في رمضان 2017، والذي أنتجته شركات إنتاج فني مقر الأساسي في سوريا. كان هذا هو المعيار الأساسي الذي انطلقت يعني في أن أجمع هذه الأعمال والمسلسلات، وبالتالي كان هناك عرض بانورامي لبروميات أو مقاطع من هذه المسلسلات. ومن ثم لاحقا تم النقاش مع الحضور الكريم ومع الضيوف حول ما تم مشاهدته والتنبؤات كيف ستكون دراما رمضان 2017 لهذا العام. طيب خلينا نحكي عن النقاط الأساسية للنقاش، على شو تركزت؟ يعني تم عرض بروميات الأعمال الدرامية السورية لعام 2017، شو أهم النقاط اللي تناولتوها بهذا النقاش؟ تمام، النقاش كان هو مفتوح نور، وكان الحقيقة هو
أن يعني تشعري المتلقي هو أنه بشكل أو بآخر هو مسؤول عن ما يطرح. الحقيقة في لفتة كتير يعني أخذت وقت طويل هو أنه نحن برمضان 2017 على موعد مع مسلسل يناقش قضية هي النسخة السورية من ريا وسكينة في بيئة شامية. يعني الكاتب مروان قاووق تخيل أنه يمكن أن تكون ريا وسكينة في نسختها السورية، فكيف يمكن أن تكون حتى في البيئة الشامية؟ فتخيلي أنه هذا الموضوع أثار جدل كبير من وأخذ حصة كبيرة من النقاش الحقيقة. يعني بين مجرد ذكر العمل من بدايته صار يمكن جدل كتير كبير بالوسط الفني بشكل واسع. تمام، هو العمل تحت عنوان أيضا وردة شامية، يعني أيضا العنوان مستفز أنه هل سنعتبر ريا وسكينة هم الوردة الشامية؟ وطبعا هناك من أخذ الحكم مسبقا، وهناك من أرجى، وهناك من قال يعني دعونا نشاهد المسلسل أولا لنفهم رؤية الكاتب والمخرج ومن ثم نحكم. بما أنه كنا عم نحكي عن أيضا الندوة اللي كانت، أكيد كان في مساحة كبيرة لشركات الإنتاج مثل ما حكينا تحت الهواء، وحكينا عن العوائق اللي يمكن ما قدرت عم تنتج هالكم الضخم مثل السنين القديمة، ولكن صار في نوعية يمكن أكثر بالمسلسلات السورية. فنحكي قديه كان في فعلا نقاش عن دور مؤسسات أو شركات الإنتاج والعوائق اللي فعلا ممكن أنه أنتوا تتناقشوا فيها حتى ترد الشركات السكر تفتح أو أنه تساهم طبعا بدعم الدراما السورية. إيه زينب، يعني النقاش كان الحقيقة غني جدا، وأنا شخصيا كان مدعو يعني شركات الإنتاج الفني كانت مدعوة للحضور وللمشاركة، وأساسا أنا حصلت على البروميات من الشركات الأم يعني من الشركات الأساسية. لكن الحقيقة اكتشفت أثناء متابعتي أو دراستي لهذا الملف أنه يعني ذروة البورصة، بورصة الدراما، هي في هذه الأيام. تخيلي أنه للآن أو حتى أعتقد أن الساعات الأولى من رمضان ستشهد أنه هذا المسلسل سيعرض أم لا، هل تم تسويقه أم لا، هل أنهي إنتاجه أو لا. فكانت في النقاش كان هناك كثير من الأفكار المطروحة أنه لماذا الدراما السورية لم تذهب إلى موضوع كذا أو كذا أو كذا، وكان هناك من يدافع أنه أيضا الدراما السورية المنتج هو يعني معني بشكل أو بآخر بإعادة يعني ما أنفقه على العمل الدرامي، وهناك من حمل أيضا أنه يجب على القطاع العام أن يتحمل مسؤوليته في دعم الدراما، لأنه لا يمكن أن تكون البوصلة فقط هي الريعية بمعنى الدخل الأكبر، الموضوع الذي يعني يدخل لي دخلا أكبر أو مال أكثر أنا لازم ناقشه في الدراما السورية. بدليل مثلا أننا ناقشنا عمل باب الحارة في جزئه التاسع، وطبعا قلنا بأنه هذا العمل يمكن أغلب السوريين ضده، إلا أنه يعني هو الأكثر مشاهدة، ربما هو أكثر مشاهدة وأكثر دعم للدراما السورية في ظل الظروف اللي عم نعيشها. لما أنت تصور في العمل الدرامي اليوم ضمن يمكن عندك 6-7 سنين من الحرب، في عندك أعمال ضخمة تقام على أرض سوريا، هي كمان نقطة كتير مهمة. بغض النظر أنه أنا مع العمل ولا ضد العمل، بس أنا نوعا ما عم أقول أنه دراما موجودة، يعني دراما سورية هي تشاركية إن كان بين الفنانين ولا المنتج ولا الشركة، هي تشاركية. مجرد أنك تعرض عمل بغض النظر عن النوعية، يعني أنت عم تصور اليوم بأرض سوريا، بعدين فيني أقول شو الإمكانيات اللي كانت موجودة. يعني كمان بدنا نوجه تحية لكل العاملين في قطاع الفن السوري رغم كل الظروف، يعني هن متواجدين وعم يحاربوا عم يقاتلوا على الأرض. فينا نقول يعني نور، أنت ببساطة اختصرتي المقولة النهائية أو الخلاصة للندوة. يجب علينا جميعا أن نشكر شركات الإنتاج الحالية المتواجدة في سوريا، والتي مقراتها في سوريا وما زالت تعمل وما زالت تنتج وما زالت حريصة على النوعية. الحقيقة أنا كما قلت هو بالنهاية باب الحارة هو منتج سوري، لكن هل يمثل السوريين؟ هذا السؤال حقيقة طرح. وبالتالي أيضا هناك من صنف باب الحارة على أنه فانتازيا شامية، بمعنى أنه لا ليس بالضرورة أن يشبه الواقع، لا يمثل البيئة الشامية، إنها ربما هي فانتازيا. يعني يمكن هو احتكار أيضا لقناة معينة، فيمكن كمان هذا الشيء عم يساعد على انتشاره أكثر. طيب زينب، لنكون منطقيين، يعني مسلسل أنت برأيك الام بي سي، شبكة الام بي سي لا زالت تصر على الجزء التاسع ولا زالت تتعاقد، تخيلي هي بخطتها الاستراتيجية اليوم أنه بدها تنتج الجزء 12،
واليوم هي تعاقدت مع شركة قبنض لمتابعة ما بعد الجزء التاسع، يعني إنتاج ما بعد الجزء التاسع. فبالتالي أنا أعتقد أن الوصلة هنا هو نسبة المشاهدة العليا ودخولات الإعلان الإعلانية التي تدخل على هذه القناة، حتى يقال أنه باب الحارة من أكبر ما يحقق ريوع ريعية للإم بي سي، وبالتالي هي حريصة على إنتاجه هي يعني. تماما. هلا نحن كسوريين بالتأكيد بهمنا أنه القطاع الدرامي سواء من نجوم أو من فنيين أو من معدات كلها أن تستثمر. القطاع الدرامي هو قطاع استثمار يعني غاية في الأهمية، لكن الحصار الذي يعني فرض على سوريا على سواء التجاري أو الاقتصادي طال بالضرورة طال الدراما وأرخى بظلاله عليها تماما، وبالتالي كانت هنا العوائق. الآن الدراما السورية لم تستوعب هذه يعني لنقل هذا التغيير المفاجئ في السنوات الأزمة الأولى، لكن الآن أنا أبشر أنها في هذا الموسم سنلاحظ أنها استوعبت وتعلمت من الدرس الكثير وبدأت. والدليل أرقام الأعمال يعني إنتاج الأعمال كل سنة بعد سنة عم تزيد إنتاجية الأعمال، وفي استمرارية يعني في مواكبة للواقع الحالي اللي عم نعيشه بطريقة يمكن ابن البلد هو أكثر شخص ممكن يعبر عنه، لأنه هو قاعد بقلب البلد وعايش كل هاي التفاصيل عم نشوف. يعني عمل درامي في قذيفة بتنزل بتلاقيهم يعني نحن عايشين ومكملين تكيفوا مع الوضع يعني ضد صعب تلاقيهم مكملين تصوير. ونحن استضفنا زينب بصباحنا غير أكثر من فنان يعني كان يحكينا تفاصيل، فأكيد هذا إنجاز كتير كبير. أنا يعني هناك نجوم كثر الحقيقة تواصلت معهم لي يعني يزينوا أمسيتي ولنتناول معهم نقاط هامة جدا. كما قلت أنا كنت أحرص على أنه أن كما قلت في البداية نور أنه خطوة استباقية للمتلقي، يعني أنا ومن والمحيطين بي كنا عندما ندخل إلى رمضان أول أسبوع دائما أو أول 4-5 أيام كأن على رؤوسهم الطير، يعني بدك تستوعبي بس شو الأعمال الدرامية اللي صايرة وين عم تنعرضها. فهي الخطوة الاستباقية كانت الحقيقة هي تمهيد للمتلقي لأنه ما هي الأعمال السورية التي ستعرض في رمضان، وبالتالي من الآن ينتقي أو يكون على شبه يعني يأخذ شبه قرار تمام أو قرار مبدئي في ما سيتابع، وبالتالي يعني كانت هذا. لكن ما أود الإشارة إليه أنه أغلب النجوم اعتذروا في الساعات الأخيرة لأنه لهلأ عم يصوروا، يعني هي أنا مع ما أكدتي أنه تكيفوا مع الواقع. يعني أنا مثلا في كاتب سوري حاولت أنه أستضيفه، فتخيل الساعة 12 بالليل عم بحكي معه بس لأكد الموعد، عم يقول لي أنا بمطار دمشق عم نصور بتمشى بشوارع دمشق ليلا أيضا الساعة 12 أو الساعة 11 بلاقي أيضا كاستينج العمل عم يصور بمحل من المحلات على أنه مكتبة، ولازال العمل. تخيلي لازال هناك أعمال لم تدخل حتى المرحلة الفنية، يعني لازالوا في التصوير، وبالتالي هذه الأعمال يعني لم يتم البت حتى ساعته أنه هل ستعرض، هل ستحظى بفرصة عرض أم ستؤجل إلى رمضان التالي. وهذه الخطوة تحديدا أنا أعتبرها خطوة إنجاز للدراما السورية، أي أن المنتج بات الآن يستمهل أنه إذا الظرف مو مناسب معلش أنا ما بزت عملي ما بعرضه، معلش خليني أجده للسنة الجاي. وهذه الخطوة يمكن أن أضرب عليها مثالا المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، أنتجت العام الماضي مسلسل لست جارية وهو صحيح. مسلسل هام جدا سيعرض هلا سيعرض طبعا في رمضان، لم يكتب له فرصة تسويق أو فرصة عرض جيدة أو مناسبة ملائمة في رمضان 2016، فاتخذوا قرار أنه يأجدوه. أستاذ ملهم لك أنا بما أنك على اطلاع يمكن ببعض الأعمال التلفزيونية، فتنصح مشاهدين على الأعمال المميزة رح تكون؟ الحقيقة أنا شخصيا بدي يعني أعمال قلبي الشامية هي الطاغية ولا أعمال الواقع اللي عم تصور ما يحدث في سوريا، شو بتقول شو بتخبر مشاهدينا تسليط ضوء يعني؟ طيب اسمح لي بس أعمل مقدمة زينب عن هالموضوع. يعني رغم أنه مثلا ممكن أنت تخافي كمنتج أنك تنتجي بيئة شامية بعد الضجة اللي صارت أو اللي عم تصير حول باب الحارة والاستفزاز اللي عم يصير حول باب، لكن الحقيقة هناك شركات إنتاج لم تنتج هذا العام أو لم تطرح للعرض إلا بيئة شامية. صح. على سبيل المثال منهم جولدن لاين لديهم اليوم مسلسل مطروح خاتون 2 هو عن بيئة شامية طبعا جزء الثاني، ولديهم أيضا كما قلنا وردة شامية. فأيضا ولاحظي العناوين أيضا حتى بعناوين المسلسلات هناك مفردة شام أو شامية أو شامي، فأيضا إذا الشام أعتقد أنها باتت يعني
براند او ماركه يعني قابله للتسويق السريع محببة منذ الصغر. نحن ربينا على الاعمال الدراميه البيئه الشاميه، فبغض النظر عن هي التفاصيل نور محببه لنا تمام، بس هلا من, من من الجميل انها ايضا محببه للشركات او للقنوات الفضائيه تماما، لانه محببه للناس. خلينا نحكي بالختام، يمكن هي السنه والسنة السابقة ودعنا يمكن كبار من نجوم تمام. الدراما السورية نعم. شيوخ الكار نعم. كيف فينا نقول أنه مكمل الدراما مع وداع هدول الشخصيات الهامة عمالقة تمام الرحمة يعني لجميع من فقدناهم، الكبير العملاق فنان الشعب رفيق سبيعي والست شيخ كار البيئة الشامية نعم والست فاطمة عفوا نجاح حفيظ والست أيضا هالة حسني، واعذروني إذا نسيت يعني حدا الله يرحمهم جميعا. لكن الدراما السورية نور ولادة كما سوريا، الدراما السورية تعتبر في الدراما العربية الدراما الأكثر في عرض الوجوه الجديدة. رفض القطاع الدرامي بنجوم أو بوافدين جدد سواء من خريجين المعهد أو من الموهوبين نجوم أو من شباب عم نتفاجأ فيها تماما والحقيقة أيضا هم على مستوى عالي. دراما رمضان 2017 أنا أعتقد أنها تجاوزت عتبة السنوات الماضية، الكاتب الدرامي السوري الآن استوعب ما حدث وبات يعني يبتعد عن التعبير المباشر وبات يدخل إلى التعبير الفني، هذه قفزة أيضا. الدراما السورية لم تتنازل عن الشرط الفني في التقنيات، في اللغة البصرية، في المونتاج، في الإضاءة، في الصوت، في الحقيقة يعني هناك ميزات جدا أنا في يعني أعد بها المشاهدين في رمضان 2017 ويعني فيما من ذو قليل السؤال انه ماذا انصح، حقيقه الاعمال هامه جدا، المواضيع في هناك البيئه الشاميه، هناك الاجتماعي، هناك الكوميدي ايضا لم يغب، ايضا هناك برنامج المقالب، هناك برنامج معد للمقالب، هناك ايضا بعد صوفي بات يدخل في المسلسلات بمعنى ان الخلاص في الحب، يعني تخيلي في مسلسل يعود بدمشق الى عام 1734 ليرصد دمشق في تلك الاونه ويسقطها على الراهن، أي بمعنى أنه الراهن يشبه تلك الآونة الواقع، ولكن بعام 1734 استطاعوا أن يتجاوزوا تلك الأزمة وكان خلاصهم الحب، أي بمعنى أنه الكاتب هنا يدعو أيضا إلى الخلاص عن طريق الحب والمحبة والسلام إن شاء الله. أكيد يعني بتوعدنا بسنة 2017 رمضان 2017 بأعمال سورية مميزة ومتنوعة بترضي نعم. جميع الأذواق لطبعا الشارع السوري. أنا ونور أكيد رح نحضر ونستضيفك أكيد لحتى نحكي عن الأعمال بنهاية شهر رمضان. أنا بدي أشكر وجودك معنا، شكرا كثير. وأنا بدي أتشكر الإخبارية السورية لحقيقة هي التي واكبت أماسي يعني منذ بدايتها، وكان أكثر من تقرير للأخبارية السورية أيضا عرضوا عن أماسي. أماسي هي يعني الفعالية التي تتبناها وزارة الثقافة، مديرية ثقافة دمشق. شكرا لكم وشكرا لمشاهديكم. أكيد كاميرا الأخبارية السورية متابعة بكل التفاصيل جميع الندوات والنشاطات الثقافية. الناقد الإعلامي ملهم صالح شكرا لوجودك معنا، وأكيد نوجه تحية لكل الفنانين السوريين. الدراما السورية عم تفرض وجودها على الخارطة الدراما العربية رغم كل الظروف، فشكرا كثير لك. أما هلا مشاهدينا بننتقل لمحطتنا التالية عنوانها الوفاء للجهود، فبرعاية الرفيق محمد حسام سمان عضو اللجنة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي أمين فرع دمشق، كرمت نقابة أطباء دمشق الأطباء المتقاعدين لعام 2016 بمناسبة يوم الطبيب العربي. تفاصيل أكثر بتقرير زميلتنا لينا شيبون. تقديراً لمسيرة عطائهم وجهودهم وتضحياتهم التي قدموها في ميدان العمل الطبي، وتكريماً لرسالتهم السامية التي حملوها على مدى أعوام طويلة في مجال الخدمات الطبية، أقام فرع نقابة أطباء دمشق حفلاً تكريمياً للأطباء المتقاعدين وأسر الشهداء بمناسبة يوم الطبيب العربي في قاعة نقابة الأطباء بدمشق. نحتفل الآن بكل أطبائنا اللي غادرونا، إن كان بجسد توفوا انتقلوا إلى رحمة الله، واللي تقاعد عن مؤسسة
المهنة. نحن بتعرفوا نحن ما عندنا معين لممارسة المهنة، في عنا أطباء بمارسوا المهنة لعام 90-80 بيصير. فنحن جرت عادة بنقابة، في عنا في نقابة أطباء سوريا وخاصة فرع دمشق، أن نكرم كل طبيب غادر المهنة في حفل بيضم أهله، بيقدم له درع عرفان بجميل لما قدمه من خدمة وعلوم وتعليم لأجيال توارثت الأجيال الأخرى، تنتقل العلوم من جيل إلى جيل. تقدير للطبيب وخاصة أن يتم فيه يعني طبعا تكريم الأطباء المتقاعدين، الأطباء الذي قدم خدمة للوطن خلال مسيرة لا تقل عن 30 أو 35 سنة أو 40 سنة. طبعا هذا الطبيب كل حياته من خلال مهنته نذرة للوطن وأبناء الوطن. مهنة الطبيب طبيب إنسانية، وبالتالي الطبيب عمل ما الوقت، ما محدد بوقت، وطبعا يحتاج إلى كثير من الأعصاب القوية لحتى يقدر يقدم الخدمة الطبية للمواطن. نحن اليوم نكرم أسر شهدائنا عبر هيئة أسر الشهداء التي تم إحداثها في فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي. نتمنى لكافة الأطباء المتقاعدين حياة سعيدة، المجد والخلود لشهدائنا من الأطباء. دمتم ودامت سوريا حرة أبيها. مسيرة عطاء حافلة بجهود مثمرة على مدى سنوات عديدة ليسجل التاريخ في صفحاته قصصا تحكي للعالم أجمع عن أبطال جعلوا الوطن شامخا بفضل دورهم العظيم في نشر الثقافة الطبية وتقديم التضحيات في سبيل وعزة وكرامة الوطن. بداية نشرتنا الثقافية وفي أولى أخبارنا، احتفلت جامعة دمشق بتخريج دفعة من الطلبة العرب الدارسين فيها باسم دفعة الوفاء لسوريا، وذلك على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية. كاميرا الإخبارية السورية رصدت الأجواء برفقة زميلتنا ليا نحاس. هذا الحفل التكريم مميز لأنه في تكريم دفعة جديدة من طلابنا العرب بحدود 35 طالب وفق اختصاصات متنوعة تقريبا من حوالي 10 دول، وهذا ليس غريبا على سوريا وليس غريبا على جامعة دمشق. جامعة دمشق كانت ولا زالت قبلة الدارسين وخاصة الدارسين العرب منذ ما قبل الأزمة وحتى في الأزمة، ونحن مستمرين بهذا الأمر نصدر لهم العلم والمعرفة والحضارة. أرادوا لسوريا أن يدمروا حضارتها ويدمروا تاريخها، لكنهم فشلوا ولم يستطيعوا أن يحققوا شيء، وهم يصدرون لنا الإرهاب. حتى يوجد دول من هذه الدول التي اليوم نحن نحتفل بتخريج طلابها، هي البعض من هذه الدول كانت تورد الإرهاب وتدعم الإرهاب. طبعا اليوم نحتفل بمناسبة عيد الشهداء بتخريج دفعة من طلاب جامعة دمشق من الطلبة العرب من حوالي 10 جنسيات عربية. سيتخرج 35 طالب من مختلف الاختصاصات من كليات الطب والطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والهندسات. هؤلاء الطلاب درسوا خلال مراحل دراستهم بالمجان وعلى حساب الحكومة السورية، درسوا وتعلموا وتثقفوا من أجل خدمة بلادهم. نحن لاحظين منذ عام 1903 والجامعة دمشق بدايتها تقوم بتعليم كل العرب، كانت قبلة لكل العرب ولكل من يرغب التعلم في سوريا، وكان وما زال بالمجان. وعلى بالرغم من أن بعض الدول كانت تورد لنا الإرهاب ونحن نورد لهم العلم. من أول يوم إجينا فيه على سوريا، سوريا احتضنتنا بكل حب وبكل
محبة. نحن اليوم كانت دفعتنا دفعة الوفاء لسوريا، كعربون محبة وشكر لسوريا بقيادة الدكتور رئيس بشار الأسد لما قدموه لنا نحن الطلبة العرب من دراسة ومن جميع إمكانيات لنقدر أن نكمل دراستنا في أرض سوريا الحبيبة. طبعاً اليوم يعتبر من أجمل أيام حياتي بعد 4 سنوات دراسة بسوريا. طبعاً كانت أيام حلوة، 4 سنوات مدة مش سهلة. طبعاً درسنا واجتهدنا لوصلنا اليوم هاي. بتشكر البلد اللي دعمنا ووفرنا كل التسهيلات للدراسة، وإن شاء الله الدراسة هون إن شاء الله ما راح تروح هدر، وبحاول بقدر الإمكان أنه أنقل هاي الحضارة وأنقل كل شيء تعلمته من سوريا لبلد العراق، وإن شاء الله بكون ناقل صورة حسنة عن هذا البلد. زينب، بننتقل من دمشق إلى بيروت. فقد تأخر افتتاح متحف بيت بيروت الذي يهدف إلى تجاوز ذكريات الحرب الأهلية اللبنانية التي استمرت 15 عاما رغم اكتمال أعمال التجديد في البيت الأصفر. ويهدف المتحف لإظهار التغيرات والتحولات التي شهدتها المدينة وسكانها منذ انتهاء الحرب عام 1990 من خلال هذا البيت الذي بني منذ أيام الانتداب الفرنسي، وكان شاهدا على حقبة تاريخية متعددة واستغرق ترميم المبنى نحو 10 سنوات. انطلق في مدينة كان الساحلية الفرنسية مهرجان كان السينمائي بدورته 70. هالحدث اللي بيمثل أحد أهم الملتقيات السنوية لمحبي الفن 7 بالعالم، افتتح برنامج مهرجان كان السينمائي بعرض فيلم طبعا للمخرج الروسي. زينب، كان عندنا مجموعة من الأخبار الثقافية حافلة من عدد من الدول في العالم. أكيد دمشق، بيروت وفرنسا. فاصل ومنتابع فقرات صباحنا. محطتنا التالية مع عالم الصحة والطب بتقول انه الدراسات بتقول انه الابتسامة بتشكل نسبة 90% من انطباع الناس عن جمالك. من اجل الحصول على ابتسامة مثالية يجب ان نهتم بتجميل الاسنان باعتبارها هي المكون الاساسي للابتسامة. ولكن الاهتمام له وسائل كتيرة. شو هي الوسائل؟ كيف بنقدر نوصل لغايتنا بدون مشاكل؟ رح يجاوبنا على هالاسئلة ضيفنا بالاستوديو الدكتور ليان ابو سمرة، طبعا اخصائي بالتعويضات الثابته وتجميل الاسنان. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. صباح الخير. يسعد صباحك المشاهدين
يسعد صباحك. البداية خلينا نحكي عن بعض الوسائل والطرق للعناية بالأسنان، الحفاظ فعلا على أسناننا يمكن سليمة والحفاظ على ابتسامة جميلة فينا نقول. هلا هو الحقيقة الشق الأول من السؤال هو الأهم، إنه كيف بنحافظ على أسناننا، كيف بنحافظ على صحة الناس منيح لأنه كيف بنحافظ على صحة الأسنان، كيف بنخلي الأسنان تبقى لفترة طويلة معنا دون أن يكون هناك أي إذاء أو أي مشكلة عنا. هلا الاهتمام بالتجميل أو تجميل الابتسامة الحقيقة، إذا فينا نسأل سؤال إنه التجميل هل هو رغبة أم ضرورة؟ لها استطباباتها ولها شروطها ولها ولها أهميتها. إذا بنمشي مع الرغبة الحقيقة كل الناس عندها رغبة تحصل على ابتسامة جميلة، والموضوع الابتسامة الجميلة هي مرتبطة بمفهوم الجمال. يعني لحنا إذا بنلاحظ هلا إذا بدنا نبدأ نعرف بس إنه شو هي الوجوه الخزفية اللي أحد أهم وسائل التجميل هي الوجوه الخزفية. إذا فينا نشوفها على هي عبارة عن قشرة من الخزف أو من الكومبوزيت توضع على سطوح الأسنان الخارجية بعد أن يتم تحضيرها بشكل بسيط، توضع هذه القشرة على الأسنان وتلصق لنحصل على تعديل في لون وارتصاف هذه الأسنان. هلأ الفكرة أنه هذا المفهوم هو ارتبط بتطور مفهوم الجمال. إذا نأخذ هلأ الصورة اللي بعدها، إذا فينا نأخذ الصورة اللي بعدها، إيه هلأ نشوف كيف كان مفهوم الجمال. هو عبارة عن تاج على الرباعية من الذهب أو من الذهب الفرنجي كانوا يسموه، هكذا كان يوصف الجمال، هاي أحد معايير الجمال. طبعا طور هذا المفهوم إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه، حتى أصبحت رغبة ساهمت الميديا ووسائل التواصل الاجتماعي بإيصال هذه الرغبة لكل الناس، ولو أحيانا بطريقة للأسف ما كتير سليمة. يعني حتى دخلت على بهالمجال مراكز تجميل اللي ما لها علاقة بالطب، عبارة فقط مراكز تجميل صار بدها الشكل من الابتسامة. نحن بالنسبة لنا كأطباء وأطباء أسنان نحن نصر على موضوع هذا الموضوع أن يبقى ضمن إطاره العلمي، أي الابتسامة لها شروطها. إذا نأخذ هلأ كمان نشوف مثلا تحليل الابتسامة، تقاطيع الوجه، بدي أسألك عن ملامح طبعًا. الوجه أنه لكل شخص يمكن ابتسامة أو ملامح أو ميزة بتميزه، فكيف تمامًا. فيك كمان الواحد يكون تمامًا. تمامًا. عم يتناسب مع هاي القصة. أي. هلأ أحياناً بيراجعونا بعض المرضى أنه بدهم تجميل ابتسامة ومعهم نماذج مسبقة، صور لبعض المشاهير مثل فلان أو مثل هذا. نحن بكل بساطة دورنا نجاوب أنه نحن ما يصلح لإكس لا يصلح عند واي، وبالتالي في تقاطيع في تقاسيم للوجه، وبالتالي موضوع التجميل موضوع له علاقة، طالما اعتبر الفم هو مدخل وجزء مهم من الوجه، وبالتالي يفترض أنه تكون أي عملية تجميل تنسجم مع تقاسيم ومقاطع الوجه بشكل عام. صحيح. طيب دكتور خلينا نعطي يمكن بعض كمان من النصائح للحفاظ، يمكن ما حكينا قديش ممكن الناس فيها هي تحافظ على أسنانها، يعني آخر خيار ممكن نتوجه إليه إن كان دكتور الأسنان أو التجميل أو أي خيار آخر، يجب الحفاظ على أسنان من البيت، فينا نقول بعض الوسائل طبعًا. أو النصائح اللي فينا نقول طبعا نحن نأكد على التفريش المستمر، التنظيف على المضامر الفموية المنزلية والتفريش المستمر. نعود أطفالنا نعلمهم منذ الصغر أنه يتابعوا موضوع تفريش الأسنان، النخور ما يكون آخر ضيف يفوت على الفم هو فرشاة الأسنان. نعلم أولادنا منذ الصغر لأنه هاي كتير بتغير من بتحد من انتشار النخور، حتى لو كانت لبنية هي نقطة مهمة يعني. حتى طبعاً طبعاً هي اللبنية هي أساس، هي كمان الأساس. نحن بس كون الأسنان اللبنية بحالة جيدة بصير في عندي أنا فيما بعد بقدر سيطر كمان على الأسنان الدائمة. هلأ منلاحظ هون بالسلايد أنه إذا كان بدنا نحكي أنه متى نلجأ إلى التجميل، يعني في عندي حالات بتقلي انه هون هذه الحاجه تستطب. يعني عم نسمع دكتور بهالايام عم نحكي عن اللومينير والفينير، السلبيات والايجابيات والحالات اللي فيه كمان انه فعلا انه نلجا لهدول الاشياء. هلا بس بدي اوضح مصطلح، فرق بين المصطلحين اللومينير والفينير. اللومينير هي التقنيه لتصنيع عدسات تلصق على الاسنان، ما انا موجوده ببلدنا ولا موجوده، هي عباره عن تقنيه محتكره من قبل شركه عالميه اسمها هي تنتج اللومينير اللي هو عبارة عن عدسة بثخانة لا تتجاوز 0.1 ل 0.2 من المليمتر،
هي ما أنا موجودة هون. نحن استقام اليوم في بلدنا لومينير هذا. لا لومينير ما في حقيقي؟ لومينير ببلدنا ما في لومينير. أنا عم حدد المصطلح. لومينير هو عبارة عن تقنية تصميم. طيب القشرة هي اللي عم توضع على الأسنان. طبعا هي الفينير. الفينير كمان قشرة. هي الفينير طبعا. هلأ وضحت السلايد. الفينير هي عبارة عن ممكن تكون قشرة ممكن تكون فول كراون تاج كامل. كامل. آه فهي اللي إحنا إذا نعتبرها هي القشرة أو الوجه بورسلين فينيرز. هي عبارة عن وجوه من الخزف أو من الكومبوزيت توضع على سطوح الأسنان كما ذكرت بعد تحضيرها بشكل بسيط. أما اللومينير يمكن أن توضع بدون أن نحضر على الأسنان. لكن منا موجودة هي عبارة عن تصنيع تقنية تصنيع موجود في شركة عالمية هي محتكرة هذا. نحن بلدنا مخابرنا بتنتج شيء اسمه فينير. فينير بطبقات رقيقة وناجحة وجيدة وجميلة لكن إلى استطباباتها مثل ما عم نشوف هلأ بالسلايد أنه مثلا عندي بعض الفراغات بين الأسنان التي لا يمكن معالجتها تقويميا أو الأسنان المتلونة. هلأ هون عم نشوف فراغات من شوي شفنا الأسنان المتلونة طبق الفينير حل هون الفراغات أغلاقة. برد بأكد هي الحالة ممكن الحالة التي لا يمكن معالجتها تقويميا نلجأ إلى معالجتها عن طريق الفينير ونشوف هي اللي بعدها كمان من تابع. كمان هون في عندي سوء تشكل أو في عندي بعض التشوه في الأسنان كمان يبقى الفينير هون حاجة ضرورية وقالوا استطبابه. منشوف كمان يلي بعده الصورة اللي بعدها في الصورة اللي بعدها. طب دكتور قدي المدى ليبقى الفينير هذا السؤال كتير. هلأ منشوف هون كمان عفوا هون نشوف كمان إعادة ارتصاف لبعض الحالات الأسنان كمان يلي تقويميا ممكن تقويميا بدها فترة طويلة أو العمر صار ما عاد يسمح إجراء معالجة تقويمية فنلجأ للفينير كحل. كمان الجواب على سؤال هي كسور بعض الكسور بي بي بالأسنان كمان مشان ما نضحي بالأسنان بشكل كامل ونحضرها نلجأ لفكرة الفينير يلي هي القشرة الخارجية حل لمثل هذه الحالات للمحافظة على نسج الأسنان. نعم. قد ايه بدوم الفينير؟ هلا في عمر افتراضي في عمر افتراضي دائما اي عمل طبي في له عمر افتراضي قد ايش بيخدم بنقول الزرع قد ايش بيخدم الفينير قد ايش بيخدم قول الفينير ممكن دراسات كلها بتأكد ممكن تقعد 10 سنين 15 سنة لكن كمان في إلى الكومبليكيشنز تبعها في إلى الاختلاطات وبالتالي ليست هي من نهاية المطاف وبالتالي لا نلجأ إلى إلا حين الضرورة لأنه كمان إلى مشاكلها وإلى الاختلاطات. شو مشاكلها ممكن مثلا؟ لأنه يعني هلأ كل العالم وكل الصبايا والشباب عم يلجأوا للفينير وبتبييض كتير قوي يعني حتى أنه عم يكون ماده متناسب لبشرتهم أو شيء. هذا طبيعي له علاقة بلون البشرة تقاطيع الوجه تماما وليس دائما الابتسامة البيضاء هي الجميلة أحيانا التدرج اللوني الموجود بالأسنان هذا التدرج الرباني كمان له جمالية له جمالية يعني تماما بس مو موضوع أسنان برصفة ولونها بيضة بس بيضة ثلجية هي 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 الجمال. هلأ عن تسأليني ممكن يكون من الاختلاطات ممكن تلون حواف هذه الوجوه نتيجة المادة اللاصقية توضع تلون بعض الحواف أحيانا سقوط بعض من هذه الوجوه انحلال المادة اللاصقة أحيانا انكسار في هذه الوجوه والتي لا يمكن إصلاحها إلا بإعادة العمل من أول وجديد. حساسية ممكن يكون فيه حساسية تسبب لا شك في البداية تسبب حساسية لأن الأسنان عم تتعرض لتحضير المادة اللاصقة هي وتقبل اللسة لإلي كمان مخرج. تقبل اللسة هو أكيد المواد اللي يعني تستخدم هي مقبولة حيويا. طيب دكتور خلينا نحكي عن الفينير واللومينير في كتير من التشوهات يمكن للأسنان نحن بنلجأ للومينير والفينير بس أنت بتنصح بالتقويم قبل فينا نقول يعني هلأ يمكن الأسرع الحل هو الفينير واللومينير تمام. هلأ الفينير هو حل سريع مثل ما استعرضنا من شوي أنه في بعض الحالات نحن دائما ننصح بالطرق العلمية نوجه مرضانا بالطرق العلمية. هلأ كتير حالات بيراجعونا مرضى بالعيادة وأنه بدي أعمل تجميل ننصح المرضى أنه لا ما في داعي للتجميل ننصحهم بالاتجاه الصحيح. عندي فراغات من الأسنان مثلا يا ترى باخذ استشارة تقويمية هل يمكن إغلاق هذه الفراغات بالطريقة السليمة يلي هي بالمعالجة التقويمية كان بالتقويم أكيد أفضل ما بنعمل أي خسارة منها. هلأ في الحالات يلي لا يمكن إغلاق الفراغات أو هذه التشوهات أو هذه التراكبات بالأسنان لا يمكن معالجتها تقويميا نلجأ إلى موضوع الفينير. طيب كمان في يمكن وسيلة تانية هي الليزر التبييض بالليزر فكمان نحكي عنه شوي. التبييض هو حصرا بتبديل اللون ما له علاقة بإعادة رصف الأسنان فقط هي تغيير في لون الأسنان وطبعا مو كل الأسنان الملونة ممكن ناخذ نتيجة بالتبييض
لانه في تصبغات، في بعض التصبغات الداخليه في بنيه السن، هي استجابتها على التبييض بالمواد المبيضه سواء كان بالليزر او بالتبييض المنزلي، النتائج تبقى ضعيفه ما بتعطي نتائج. غالبا التلونات او التبييض يحدث فرق بسيط في 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 لون الاسنان، وهذا الفرق هو مؤقت. ايضا بعد 6 أشهر الى سنه راح هذا التبييض راح ترجع هذه الاسنان تكتسب تلون خلال الاستخدام، وبالتالي لابد من اعاده التبييض مره تفقد ثانية. الاسنان طبقي من طبقه اكيد لانه هذه الماده تتفاعل مع طبقه المينا اللي هي طبقه حساسه ويفترض نحافظ عليها، وبالتالي يعني الاكثار كمان من طبيب الاسنان كمان ليس لمصلحه المريض، محافظه على نسج الاسنان، محافظه على طبقه المينا مهم جدا. دكتور نحن كفي نحن ونغوص كثير بموضوع الاسنان الفينير والتبييض والحفاظ عليها، لكن بعد ما ننتقل لموجز الاخبار طبعا لنتعرف على ابرز الاحداث السياسيه اللي شهدتها طبعا سوريا والعالم مع زميلتنا علا ابو خضر. يسعد صباحك يا علا. يسعد صباحك زينب وشكرا لك. مشاهدينا نبقى مع موجز لاهم الانباء بعد الفاصل. اهلا بكم. قال الدكتور بشار الجعفري رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري في جنيف: أنهينا آخر جلسة مع المبعوث الخاص الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا ضمن إطار جولة جنيف الحالية. وأضاف الجعفري في تصريح صحفي عقب انتهاء الجلسة: ناقشنا بشكل رئيسي موضوعا واحدا فقط، وهو يمكن أن تعتبره الثمرة التي نجمت عن هذه الجولة، وأعني بذلك اجتماعات بين خبرائنا وخبراء المبعوث الخاص، وهذه هي النتيجة الوحيدة التي خرجنا بها في هذه الجولة. يواصل الأسرى الفلسطينيون لليوم 34 الإضراب الجماعي في سجون الاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان إضراب الحرية والكرامة. إلى ذلك دعت اللجنة الوطنية لإسناد الإضراب إلى تكثيف الجهود والعمل ضمن برنامج فعاليات واحد للأسبوع الحالي، ودعت فيه إلى اعتبار اليوم السبت يوما لتجسيد البرنامج الوطني في مقاطعة البضائع الإسرائيلية. استشهد 19 عراقيا على الأقل وأصيب العشرات بجروح مختلفة من جراء تفجيرين إرهابيين في مدينتي بغداد والبصرة. وقالت مصادر عراقية إن سيارتين مفخختين يقود إحداهما انتحاري انفجرتا قرب نقطة تفتيش في منطقة الرميلة بالبصرة، ما أدى إلى استشهاد 11 شخصا من ركاب إحدى الحافلات إضافة إلى 3 من عناصر النقطة. كما انفجرت سيارتان مفخختان في مدخل منطقة أبو تشير جنوب بغداد، ما أسفر عن استشهاد 7 مدنيين وإصابة آخرين. في خبرنا الأخير، فاز الرئيس الإيراني حسن روحاني بولاية رئاسية ثانية وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها اليوم وزارة الداخلية الإيرانية. وقال رئيس الهيئة العليا للانتخابات الإيرانية علي أصغر أحمدي إن المرشح روحاني حصل على أكثر من 21 مليون صوت بعد فرز 37 مليون صوت، فيما حصل المرشح إبراهيم رئيسي على أكثر من 10 ملايين صوت من أصوات الناخبين. بذلك نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. عودة إليك زينب. شكرا لك يا علا أبو خضر من غرفة الأخبار. أكيد مشاهدينا متابعينا بفقرتنا يمكن نور بتهم كثير من الشباب والصبايا، وهي الحفاظ على الأسنان. أكيد زينب، كنا عم نحكي تحت الهواء دكتور عن كثير من الوسائل التجميلية للأسنان، وفي كثير من الوسائل غير صحيحة. يعني اليوم بنشوف أكثر من خيار للسيدة أو الرجل للحفاظ على أسنانه. خلينا نحكي عن هي الخيارات. كنا عم نحكي تحت الهواء أنه الفينير هو أحسن من اللومينير، والفينير ولا اللومينير، يعني الفينير ما بتخسر قسم كبير من أسنانك، اللومينير لا مثل ما ذكرت هني بيشبهوا بعضهم، بس اللومينير هو ليش عم نرجع ننوه لأنه أساسا هو عدسة رقيقة كتير اللومينير، بس تقنية تصنيعها محتكرة من قبل شركة عالمية وما عطت سر الصناعي لحدا. ولذلك هلا منتشر بكل بلدان العالم منا بلدنا هو القشور الفينير، هي عباره عن صفائح من الخزف او الكومبوزيت وغالبا من الخزف لانه لونها ثابت.
تتم بعد تحضير بسيط للأسنان. طبعا التحضير للأسنان المحافظة على النسج كثير مطلوب، فنحن نحضر بشكل بسيط ومنحاول قدر الإمكان أنه نضع هذه الوجوه دون أن نسبب أذى للأسنان الأساسية، ومثل ما قلت أنه تدرس لحالي بشكل جيد وعدم المبالغة في تجميل طبعًا الأسنان. طبعا طبعا. هلا هون بنشوف مثلا الحالة، إذا شفنا في حالة من الانسحال عند الثلث اللثوي من الأسنان وغياب اللسينات اللثوية، إجا الفينير حل هال أعطاني شكل أفضل، شكل أجمل. إذا نشوف الصور اللي بعدها كمان، رح نشوف الصور اللي طبعا عم تظهر فيها الأسنان، فرق قبل وبعد كمان اللي بعدها لو سمحتي. اللي بعدها زملائنا بالكنترول هلا مثل ما قلنا هي حل لبعض الحالات يلي بتكون فيها تشوه واضح. كمان اذا نشوف اللي بعدها يعني مثل هالحاله هي مثلا، هل هالحاله تحتاج لفينير؟ هي صبيه جاي بدها تعمل فينير على هالوضع هذا، طبعا ما بننصحها ابدا، اكيد ما بننصحها. وبعدين في عندي حالات هي بتتسمى كونترا انديكيشن للبورسلين فينيرز، اللي هي اذا هلا مثل هالحاله مثلا هون تجميل قديش اخذ دوره، قديش اعطاني نتائج. اللي بعدها كمان نشوف كمان حاله صبيه هون اسنان اماميه فقط، في عندي شويه تشوه، كمان حضرنا الاسنان الاماميه فقط وحصل على نتيجه مقبوله. كمان عندنا حاله هون اذا نشوف اللي بعد، كمان مثل ما انا ملاحظين حاله من تلون الاسنان الى جانب هشاشه في المينا وتاكل بالسطوح الخارجي للاسنان، اجت الوجوه عطتني حل مقبول جدا، اعاد بناء الابتسامه وبالتالي اعاد البناء النفسي للشخص اللي قدمنا له الطريقه في العلاج، لانه مثل ما تفضلت وحكيت انه الابتسامه هي جزء من الدعم النفسي كمان. أكيد. تشكل نلاحظ كثير من الاشخاص احيانا بس يبتسموا بحطوا ايدهم عشان يخفوا مثلا ابتسامه او عيب موجود، فبتشكل مع الزمن بصير باللا شعور بكون بده يحكي بده يضحك حط ايده مباشره. لا نحن بنأمن بنعمل بنحط خطة علاج، بنعد له الابتسامة مشان يقدر يكون نفسيا مرتاح ويقدر يتواصل مع المعلم. إذا فينا يمكن خلص الصور دكتور، يمكن تعرفنا مع حضرتك على أهم يمكن الحالات اللي ممكن فيها نلجأ للفينير وتصليح الأسنان. ومثل ما قلنا دائما لازم يكون كل شيء يمكن بناسب الوجه وبناسب البشرة حتى يطلع شيء طبيعي وما يطلع كتير أوفر يمكن. تماما. والمحافظة على الأسنان. محافظة على الأسنان ونظافتها أكيد حتى ما نلجأ يمكن للفينير واللوبينير مشان ما نوصل لهون. أنا بدي أشكر وجودك معنا وكل المعلومات اللي عطيتنا إياها، شكرا لك. وشكرا لكم، الحقيقة يعني إيصال هالفكرة للناس مهم جدا جدا، حتى تعرف الناس متى تلجأ إلى الابتسامة، متى تلجأ إلى التجميل، كيف تحافظ على أسنانها وتحميها كي تبقى أطول فترة ممكنة. نشكرك دكتور، يمكن الابتسامة الأجمل هي الروح اللي بتعكسها، فشكرا كثير لك. هلأ بننتقل مشاهدينا لفقرتنا الأخيرة من حمص، فقد أقيم محاضرة وتوقيع كتاب ألقاها الكاتب والباحث الدكتور ميخائيل عوض على مدرج الباسل في كلية الهندسة بعنوان سوريا صانعة النصر. النصر، تفاصيل بتقرير مراسلتنا شيرين العلم. برعاية أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور محمد عيسى، أقام مكتبا الإعداد والثقافة والإعلام والعمال الاقتصادي الفرعيين محاضرة ألقاها الكاتب والباحث الدكتور ميخائيل عوض على مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بعنوان سوريا صانعة النصر. وبيّن عوض خلال المحاضرة أن النصر مراحل وسوريا الآن في أول مراحله، وهي الصمود والثبات، الذي يؤكد لنا حقيقة أن سوريا وهي تقاتل في حرب عالمية عظمى وتصنع نصرها باعتباره نصر الشعوب والأمم، لا تحتكر النصر. أيضا هي تفكر، أيضا هي تتعلم، أيضا هي تعلم، أيضا هي تستعد إلى حقبة النهوض ما بعد هذه الحرب وهذا الانتصار. لدينا ما نسعى إليه انتصار كبير، أن ننهض بسوريا، أن تستعيد قيمتها ودورها التاريخي بصفتها قوة قائدة رائدة تنهض العرب وتنهض الإقليم. شرفنا أن نستضيف الصوت الوطني والقومي والعروبي الرائع والشامخ الأستاذ ميخائيل عوض، ونحن حقيقة حين نستضيفه فنستضيف يعني نستضيف الكلمة الحرة والموقف والنبل، ونحن
نقول لقد كنتم معنا حين عز النصير، ولذلك نحن نكبر بهؤلاء الشرفاء الذين وقفوا إلى جانبنا، ونحن نثق بالنصر، وثقتنا بالنصر يترجمها هؤلاء الشرفاء الإعلاميون العربيون القوميون كما يترجمها أبطال الجيش العربي السوري الباسل. وفي رد على مداخلات وتساؤلات الحضور عن أبرز المستجدات السياسية في المنطقة، بيّن عوض بأنه لم يعد لدى أعداء سوريا الأدوات أو الإمكانيات لتحقيق أي إنجاز على الأرض، فجيشها الذي قاتل وصمد على مدى 6 سنوات بات اليوم أكثر احترافا وقدرة، وهو يستعيد السيطرة على منطقة تلو الأخرى، وما يتم الحديث عنه هو مجرد محاولة لرفع معنويات الإرهابيين بعد خسائرهم المتتالية. تأتي هذه الفعالية هي في غاية الأهمية في هذه المرحلة بالذات، هي التي تشهد سوريا فيها حركة متسارعة باتجاه تحقيق الانتصار الناجز بشكل كامل إن شاء الله. والدكتور ميخائيل عوض هو من الشخصيات الكبيرة الإعلامية والباحثة الكبيرة جدا التي قدمت وما زالت تقدم الكثير مما أضاء على أسباب الأزمة في سوريا، أسباب الحرب الكونية على سوريا، ومما ألقى الضوء أيضا على مخاطر هذا التآمر الكبير على بلدنا الحبيب سوريا، وعلى مؤشرات الانتصار، وعلى عبقرية القيادة في سوريا، وعلى رأسها السيد الرئيس في إدارة هذه الحرب. هلا كتير حلو انه نشوف كاتب هو من اصل سوري بس طول عمره عايش بلبنان، فهو سوري لبناني، انه نشر كتاب عن سوريا صانعة النصر، وهذا الكتاب رح يعود ريعه لذوي الشهداء. فقديه اسا عنا هاي القومية اللي حاولوا هنون يفرقوها، حاولوا يكسروا هاي القومية، فنحن وجدنا انه لا، هي ساتة متواجدة، هو حدا كتير قومي عم يحكي باسم العرب كلهم كشعوب مو كحكام وأنظمة، انه يروح ريعه لذوي الشهداء بمحافظة حمص، فكتير شيء انه عطانا دفع انه نحن معناتها لسه في قومية بالبوطن العربي. تلا المحاضرة حفل توقيع للدكتور عوض لكتابه سوريا صناعة النصر، والذي يعود ريعه لذوي الشهداء. ولأن الدكتور عوض أحد الأصوات الصارخة في وجه الظلم، وهو من الأبناء الذين ينبضون عروبة، فهو السوري اللبناني كونه يحمل الجنسيتين السورية واللبنانية. قام الدكتور أحمد مفيد صبح رئيس جامعة البعث والدكتور محمد عيسى أمين فرع جامعة البعث لحزب البعث العربي الاشتراكي بتقديم درع تكريمي للدكتور عوض، وهو بمثابة عربون محبة وتقدير وشكر على مبادرته في تقديم ريع الكتاب لهيئة دعم أسر الشهداء في محافظة حمص. من مدرج الباسل في كلية الهندسة المدنية بجامعة البعث في حمص، شيرين العلي، الإخبارية السورية. يعني نورا اليوم حلقتنا كان فيها ضيوف، حكينا عن الدراما السورية بالماراثون الرمضاني، وحكينا أيضا عن نصائح للحفاظ على الأسنان وشو هو اللومينير والفينير كمان. أكيد زينب، نحن ببرنامج صباحنا غير بنحاول نسلط الضوء على جميع المواضيع اللي بتهم جميع مشاهدينا وجميع يمكن الناس، يعني كبار وصغار، السيدات والرجال. لهيك بنتمنى تكون حلقتنا لليوم نالت اعجاب كل المشاهدين، طبعا وصلت لنهايتها، واكيد فيكم تتابعونا بالاعاده الساعه 1، ونحن على الموعد كل يوم الساعه 9 الصبح، دائما انطرونا بمواضيع جديده وضيوف من عده مجالات. وتحيتنا الاخيره لرجال الجيش العربي السوري على كل الجبهات. يعطيك العافيه نور. يعطيك العافيه زينب، واكيد ختامنا رح يبقى يحمل الامل بوجودكم وصمودكم ابطالنا بالجيش العربي السوري رجال الحق. واكيد لكل يلي عنده فكره او موضوع حابب يشاركنا فيه فيكم تراسلونا وتتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك صباحنا غير. كل التحيه لكم مشاهدينا، الى اللقاء.